يقول الشاعر: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. بعدين يقول: يا من لذلة قوم بعد عزهم أحال حالهم جور وطغيان. بالأمس كانوا ملوكا في منازلهم، واليوم هم في بلاد الضد عبدان. وبعدين يقول: يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس اطلعت، كأنما ياقوت ومرجان. ويقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إذا كان في القلب إسلام وإيمان. أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليبيا زي ما هي، ضمن سلسلة فسيفساء. اليوم ومن ضمن المواضيع اللي جبتها قبل عن التنوع في البيت الليبي، جبت طوانا سيرة الجريتلية، تكلمت على الكوارغلية، قلت اليوم نجيب لكم مجموعة من الليبيين ما فيش من يتكلم عليهم، يا أخي المعلومات عليهم أصلا ناقصة. وهذا طبعا تقصير أكيد، اللي هم الليبيين من أصول أندلسية. زي ما سمعتوا الأبيات المشهورة واللي أكتركم سمعها طبعا من قبل ويعرفها ومشهورة هلبة هلبة هلبة، هي قصيدة مؤثرة هلبة على اللي صار للمسلمين في الأندلس، وخصوصا الجزء المتعلق بتفرق العائلات والأسر من بعضها وماخدة الصغار من ماليهم. الحصيل حاجة تقطع الكلام: يا رب أم وطفل حيل بينهما، كما تفرق أرواح وأبدان. وطفلة مثل حسن الشمس إذا طلعت، كأنما ياقوت ومرجان. يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران. لمثل هذا يدوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. الشاعر هذا اللي قال الأبيات هذه اسمه صالح بن يزيد الرندي، المشهور بأبو البقاء، والغالب أبو البكاء، لأن الأندلسيين في لهجتهم يحولوا في القاف كاء، وهذا بنشوف بعد شوية. رندا أو روندا هذه من آخر المدن اللي فقدها المسلمين في الأندلس. ورندا أنا عندي معاها شخصيا قصص وحكايات، ومن أحب مدن الأندلس لقلبي. آخر مرة مشيت لها سنة 2019، في نوفمبر 2019 تحديدا. المدينة هذه كان بناها بنو يفرن من أمازيغ زناتا، وهي من أجمل المدن في الأندلس. من أشهر حكامها كان باديس بن دوناس أو دونات اليفرني الزناتي، وانشهر فيها عباس بن فرناس العالم الأمازيغ المشهور هذا بتاع الطيران. وفيها انشهر شعراء وكتاب، وفيها حصون وجسور وعالم من أروع ما يكون. في سنة 2019 مشيت لها بالتعني الحق يعني، ومشيت بالتعني للساحة هذه اللي تشوفها في الصورة، اللي مسمينها باسم الشاعر اليفرني المغمور صالح، هذا صالح بن يزيد الرندي أبو البكاء الرندي زي ما قلت. وقعدت نقرأ فيها في الأبيات كأني به هو يقرأ فيهم في وقتها هذاك، وهذه هي الساحة اللي قال فيها الأبيات هذيك: لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمانه. ما نكذبش عليكم، بكيت لما قريت الأبيات هذه، لأني درت أنا طبعا من النوعية اللي بسرعة دموعي تنزل. لما قريت الأبيات هذه لأني تذكرت كيف ممكن يكون الرندي في نفس المكان هذا يقول في الأبيات هذه، وشن صار فيه أهله ومدينته وناسه. وتذكرت المدينة كيف كانت محصنة، وكيف واحد من سكان المدينة غدر بأهلها، ويعني ورى للأسبان كيف مكان العين والممرات السرية للقلعة، لأنها كانت قلعة محصنة.
المهم الحصيل أني يعني لو كان عندك حاجة في حياتك تزورها في أي مكان في العالم، زور المدينة هذه اللي هي رندا، واللي يكتبوا فيها في الإنجليزي بالإسبانية اليوم روندا. انكتبت على المدينة هذه روايات عالمية، انشر عليها أشخاص. المهم كان بنفتح موضوع متاع مدينة رندا هذه اللي ابنها بنو يفرن، راني مش حنسكت اليوم كلها من روعتها وجمالها وجوها وجبالها وديانها، لكن خلونا اليوم نركزوا على الليبيين اللي أصولهم أندلسية وكيف جو لليبيا. زي ما صار للليبيين من أصول الجريتلية والشركس وغيرهم اللي بنجو عليهم في المستقبل، الليبيين من أصول أندلسية أغلبهم مش كلهم بلادهم صار لهم مآسي كبيرة وتهجير قصري وقتل وتشريد، واضطروا يخلوا الأندلس عليه مراحل، ومنها في الغالب العام قصوا البحر للمغرب وتونس والجزائر وليبيا. صح ما جوش هلبة لليبيا، لكن جو منهم مجموعة لبس بها، وزي ما قلت مش كلهم دفعة واحدة. الأندلسيين زي ما بنشوفوا جو لليبيا لثلاثة دفعات على الأقل الرئيسية، اللي قبل ما يأخذي الأسبان أي مدن هم جو هلبة أندلسيين واستقروا في ليبيا، وأول خروج كذلك المجموعة الثانية أو الخروج جماعي المسلمين بعد تسليم غرناطة في هذه المرحلة ما جوش هلبة لليبيا، لكن أكثر مرحلة جو فيها هي المرحلة الثالثة واللي بنجو كلها. أنا سميت الحلقة هذه الموريسكيين أو الموريسكيون، وأكيد بعضكم يبي يعرف منين جت الكلمة وشن معناها. اللي يعرف منكم اللغة الإنجليزية يقدر يخش على الموسوعة البريطانية اللي ولا كذلك حتى ويكيبيديا ممكن، اللي تقول أن موروس عند الرومان هي أو باللاتينية هي كلمة تطلق على سكان أفريقيا الشمالية من البربر، ولهذا بلدانهم تسمى موريتانيا، موروكو، موروكش، مراكش إلى آخره. كلمة مور أمور في الغالب من كلمة أمازيغية اللي تعني الوطن أو المواطن أو الموطن عفوا. ولهذا مثلا في النشيد الأمازيغي الليبي متاع النشيد الوطني متاع ليبيا، أو أنا إيدرفان نسيدن الله قوامور النغليبيا، أمور النغليبيا يعني وطننا ليبيا، مراكش أمور نواكش يعني أرض الله، وموريتانيا وغيرها. يعني قصدي هذا منين جت كلمة أمور. إذن الموريسكيين غالبا تحيل الكلمة على السكان المسلمين لأفريقيا الشمالية من الأمازيغ، وهيك كان يشوف الإسبان لسكان الأندلس. ولكن في الواقع وإن كان طارق بن زياد وجنده من الأمازيغ هم اللي قطعوا المحيط، كان فيه طبعا أجناس تانية هلبة، كان فيه حضور مهم للعرب والإثنيات الأخرى من حول العالم. طبعا أجمل ما في إسبانيا كان التنوع والانفتاح والتعددية، هي اللي كانت سبب رئيسي في تقدمها وفي ازدهارها وتقدمها عليه زمنها. تتذكروا في حلقة الرحالة ذكرت على كلمة مور هذه، ذكرت الآنسة التوليلي أو عنوان كتابها سكان طرابلس من المور والعرب والأتراك. المور هنا المقصود منهم الأمازيغ في لغة الأوروبيين، اللي منهم انتشر المصطلح الموريسكيين، والمصطلح بعدين تغير من معناها الأصلي إلى مصط اللي هو الأمازيغ تحديدا، لين ولا معناه المسلمين عموما، ولا تاني وتحدد وأصبح معناه المسلمين من الأندلس فقط، خصوصا اللي جو في الموجة الأخيرة من الفرار بدينهم وبأنفسهم إلى آخره في القرن 17. به عرفنا بالموريسكيين شكون يكونوا، وعرفنا أنهم مسلمين عايدين من أو ولا مطرودين ولا مهاجرين بالسيف من الأندلس. إذن شكون هم الأندلسيين الليبيين وشن قصتهم؟ وين أماكن تواجدهم؟ شكون انشهر منهم؟ شن الحاجات اللي قدموها للمجتمع الليبي؟ زي ما قلت شوية هي الكتابات عليهم، ولكن نلقوا نصوص وإشارات لهم وإن كانت ناقصة. أقدم إشارة للأندلسيين مروا بليبيا، ويعني ربما قبل ما نقول هذا، تعرفوا أن الغريب أشهر كاتبين على تاريخ ليبيا في نفس الفترة هذه وتكون هجرتهم من الأندلس، عندك بن غلبون والأنصاري. ومع هذا ما في شيء في كتبهم هذول الاثنين بن غلبون والأنصاري، ما فيش كتبهم حتى
حتى حاجة عن الأندلسيين في ليبيا، حتى ولا إشارة. به قبل ما نوصل المرحلة هذه خلوا نولوا التالي شوية، وأكتركم أكيد يعرف سيدي مندر أو منيدر، المقبرة مشهورة في طرابلس، وهذا يقال صحابي مر بكل أفريقيا الشمالية ومنها ليبيا وعاش في طرابلس، وبعدين انتقل إلى الأندلس عاش فيها حتى هي مدة طويلة، ولكن فضل يكمل حياتها في طرابلس وفعلا ولى لطرابلس وكمل حياتها فيها وتوفي فيها في المقبرة هذه المعروفة باسمها حتى اليوم. وهذا يعتبر تقريبا أقدم عائد من الأندلس عرفته ليبيا، ولهذا أنا قلت الموريسكيون والعودة، يعني الوجود الأندلسي سابق لعودة المسلمين الأندلس لبلادهم بعد المآسي اللي صارت لهم. يعني مثلا نلقوا من المشاهير اللي عاشوا في ليبيا أحفاد، واحد من أحفاد عبد الملك بن مروان وشخصية الجدلية المعروفة، عاش حفيده هشام المعروف ببرقوة أو برقوة، طبعا الليبيين يقولوا سيدي برقوة، في ليبيا في برقة تحديدا، ومات في مصر بطريقة يعني تراجيدية، وهذا ينسب له أنه ادعى أنه مبشر بالخلافة وصدقوه بعض الأمازيغ برقة من لواته وغيره، فقصة طويلة. المهم زي ما قلت فيه إشارات هلبة لأندلسيين عاشوا في ليبيا. يا أخي عبد الرحمن الداخل عاش في ليبيا 5 سنين قبل ما يمشي للأندلس، وهذا وفي هلبة طبعا أقاموا في ليبيا ولو شوية يعني منهم يعني مشوا ولوا، وفي اللي منهم ولوا. المهم قصدي فيه ذكر هلبة لأندلسيين مروا بليبيا. أنتوا تعرفوا متنبي الغرب أو الغرب الإسلامي نفسه عاش في ليبيا، ابن هاني الأندلسي معروف، قصدي شاعر كبير جدا، ونقول لكم انكم ما تعرفوش الاسم وما تذكروش الاسم، لكن اسمه اشعاره معروفة يعني، من بني أزد، هذا من العرب الفصحاء المعاصر الفاطميين العبديين، وهو كان من احد الشعراء متاع البلاطة متاعهم، كان مقيم في برقة، واسرته كانت غادي، وهو يسافر ويولي على مصر طبعا. المهم مرة كان جاي ياخذ العويلة متاعه من برقة وبيرفعهم لمصر، لقوه مكتوب في برقة قلت له قطاع الطرق، وهذا كان أعظم شاعر بالعربية في الغرب الإسلامي، حتى سموه متنبي الغرب، يعني متنبي الغرب الإسلامي، وهذا اللي قال أشعار كفروها على خاطرها مجموعة من الفقهاء، كان في البداية معتزلي بعدين ولا فاطمي شيعي. المهم كان يمدح فيه راهو شيعة فاطميين وعبيديين في ليبيا، وعندهم مباني وعندهم تاريخ وعندهم كل شيء في ليبيا، غير احنا ننسوا طبعا في التاريخ، وهذا حندير لهم وخصصت لهم لما نتكلم على تاريخ ليبيا العام، الليبيين كانوا شيعة فاطميين. ايه هذا اللي قال اشعار يمدح فيهم الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي، قال فيها وانه ما شئت انت لا ما شاءت الاقدار، فاحكم فانت الواحد القهار، فكانما انت النبي محمدا، وكانما انصارك الانصار. في هلبة عاشوا واستقروا في ليبيا من غير ابو هاني هذا، وزي ما قلت لكم هذه الابيات طبعا اعتبروها ناس هلبة كفريه وكفروها على خطرها. انا ما احكم على حد، ما يهمنيش هذا الموضوع بقدر ما يهمني ان احنا نعرفوا انه هو عاش في ليبيا. المهم وفيه زي ما قلت هلبة عاشوا واستقروا في ليبيا من الأندلسيين قبل الهجرات الأندلسية الكبرى، فيه الشاعر الأديب محمد بن أحمد الصندي الإشبيلي صاحب الموشحات المعروف، والموشحات هذا موضوع بنجوه بعدين. المهم الصندي هذا هو مات ومدفون في ليبيا، طبعا من أشهر الفقهاء اللي عاشوا في ليبيا نلقوا الشيخ العسوسي جد النائب الأنصاري، هذا جاي لليبيا وعاش ومات فيها في القرن 14، يعني أكثر من 100 سنة قبل أول هجرة أندلسية لشمال أفريقيا، ومسجد العسوسي منسوب لهم، وهذا عاش حتى في غريان أظني، نقصد الجد عبد العزيز، ومات في غريان الله يرحمه، وولت عيلة الأنصاري لطرابلس في القرن 16 بعد ما رد العثمانيين طرابلس من فرسان القديس يوحنا. وفيه مثلا الحطاب المعروف به مسجد الحطاب، أصله أندلسي اللي هو محمد الرعني، هذا اللي انشر يعني باسم الحطاب، هذا أندلسيين جو عاشوا في ليبيا قبل ما يصير الإخراج القسري للمسلمين من الأندلس أو عودتهم لبلدان. الحصيلة اللي ماتوا في ليبيا من الأندلسيين واللي جو يعيشوا فيها واستقروا فيها لعند ما ماتوا هلبة، ومش هذا هو المقصد اللي نقصده هنا. أنا
يعني التواصل بين ليبيا والأندلس ما عمره انقطع، ولو بنفتح الباب هذا يبي حلقة بروحه. وعندنا ليبيين حتى هم تجار وهاشروا وعاشوا يا أخي، ماتوا في الأندلس، وهادوا بيجوا في حلقة مهاجرين الليبيين حلقة بروحها. طبعا انت حتى في الأندلس أشهر جلد كان عندهم لو بتفتحوا أي كتاب على الأندلس هو جلد الغدامسي يعني والفيلالي. إلى جانب الأشخاص نلقوا إشارات لناس جد كعائلات كاملة واستقرت في ليبيا قبل النكبة بتاع الأندلس. رهوة يعني مثلا يحتفظ أهالي غدامس بذكرى حي كامل شيد على خاطر المهاجرين الأندلسيين، هو حي جرسان، وفيه كلام هلبع الشيخ عمران الفقيه والآخرين لحصيله. صح هادو أندلسيين مهمين لكن في الغالب أفراد أو أسر بسيطة جدا زي ما بنشوفه. العدد الكبير بيجي بعد هادو بهلبة، لكن أقدم رحلة جتنا أخبارها جابها لنا أبو ابن خلدون في كتابه وديوان المبتدا والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر. هذا العنوان بتاع الكتاب كي طلع. هنب نبدو نسمع عليه هجرات جماعية، ويقول ابن خلدون فيما معناه إن عائلات أندلسية وبشكل جماعي، هو نفسه أندلسي طبعا، وبشكل جماعي جدت وسكنت في درنة، مدينة درنة، واللي يعرف الفترة هذه سبقوها 4 قرون من عدم الاستقرار في برقة نفسها، ولت خالية من سكانها تقريبا من هوارة ولواتة. فالمنطقة زي ما قال بن خلدون في موقع تاني يقول، سامحوني باش ما نتذكر نص، يقول درست وخربت أمصارها وانقرض أمرها وعادت مجالا للعرب بعد أن كانت دارا للواتة وهوارة. المهم يعني انقرضوا فيها لواتة وهوارة. المهم لما جوا أهالي الأندلس لقوا مدينة درنة خالية من السكان، ومات يعني وماتت فيها الزراعة والعمارة ولت مجال للعرب، هيك يقول ابن خلدون. المهم لما جو جماعة الأندلس المهجرين ونزلوا فيها ولقوا فيها كنيسة مهدمة هكي، عادوا صلحوها ودروها مسكن وداروا فيها الزراعة وجابوا لها أساليب الزراعة الأندلسية الحديثة، وفي وقتها يعني طرق الري وحفر الأبار وغيرها، يعني الحاجات اللي كانت في عصرهم كانت متقدمة هلبة لباقي البلدان حتى التقطير وغيره، هذا بنجوه بعدين. المهم جاب عليهم العياشي حتى هو كلام مشابه صاحب الرحلة، وزاد عليها الحرب اللي صارت بينهم وبين أمير طرابلس وكيف ثاروا عليه وظلمه ليهم، لكنهم المهم انتقم منهم واخدهم لطاطة. لكن الحق القصة تبي توخير شوية التالي باش نعرف وشن صار وشن هو الملخص أو الخلاص الكلام هذا كله. تفهمنا أن درنا قبل التاريخ متاع تورتهم علي والي طرابلس بأكثر من قرن، عرفنا أن العائلات منهم استقروا في درنة واستقروا داروا الزراعة ومعيشة معيشة هانية زي ما يقولوا. هذه الحكاية بعدها تقريبا. المهم توا احنا بنتكلموا على العهد العثماني، طبعا هم في البداية الأولى كان في عهد السيبة قبل ما يجوا العثمانيين، وهذا اللي هو أكثر من قرن من الهجرة الأولى. ما هو طبعا الأندلسيين تخيلوا ان احنا انتصروا عليهم والأندلسيين رجعوا لشمال افريقيا مره واحده، لكن هم رجعوا على دفعات، راهو رجعوا على دفعات. اول ما بدت الحرب وكل ما منطقه هيك يصير لها حاجه يقعدوا الناس يتنبؤوا انه هو ممكن افضل ان هم يغادروا الأندلس نهائيا، وفيه اللي قعدوا حتى بعد سقوط غرناطه بمئة سنه، وهذا بنجوه. المهم فيه شخصية مهمة من الأندلسيين هي شخصية قاسم باشا، وهو شخصية في حد ذاتها ما تهمناش بالرغم من ورودها في التاريخ. قاسم باشا هذا أصله أندلسي زي ما تواتت عليه المؤرخين والأخبار، واللي كان قائد انكشاري، وتكلمنا على شكون هم الانكشارية في حلقة الكوارغلية. ولكن المهم هني قال أن العثمانيين وغيرهم من الدول الإسلامية يعني انضم إليهم هادو الأندلسيين. والناس ديما تنشد ديما هذا السؤال يخطر على الناس وحتى باحثين يقولوا وين كان العثمانيين لما كانوا المسلمين يطردوا من الأندلس؟ علاش ما أنقذوهم سواء هم سواء المارينيين وغيرهم؟ علاش ما تدخلوش باش ينقذوهم من اللي صاير لهم يعني وصاير فيهم؟ وقتها الناس ديما تنشد، وعندما الحق يعني المارينيين والعثمانيين والحفصيين كانوا عاصروا كل اللي صاير في الأندلس
وعندهم الحق يعني الناس اللي تتساءل، ولكن فيها أدلة هلبة لأن العثمانيين داروا هلبة لأهلنا في الأندلس باللي يقدروا عليه وقتها، حتى المرينين قدموا، ولكن قوة إسبانيا واللي عاونتها قوات أوروبية كبيرة بعزم من البابا متاع روما، وهذا موضوع تاني. لكن لازم نقوله كان فيه تقصير كذلك وتنافس بين الدول الإسلامية وتطاحن وحروب وقصة طويلة. أنتوا حتى يعني مثلا الحفصيين انتهت دولتهم بعد هذا بفترة وجيزة بكل. به عودة لقاسم باشا، هذا باختصار قاسم باشا نفسه من أسرة أندلسية استقرت في الأستانة، وزي ما قلت خش الجيش ولا قائد كبير وانبعت واستقر في ليبيا في طرابلس تحديدا. وياخي حكم ليبيا لفترة قصيرة وكان طمع يكون والي على طرابلس لمدة أطول، لكن الساجزلي خدم كانه فولى للأستانة وجاب الفرمان من الصدر الأعظم في الأستانة مؤرخة بسنة 1634. على فكرة الصدر الأعلم يعني رئيس الوزراء اللي يحكم باسم السلطان، واللي كان مراد الرابع وقتها هو اللي مدينه. المهم يعني الفرمان هذاك كان يعطيه الحق في تنظيم أمور برقة وحكمها، وجاب لها أندلسيين لها. هني وين الأعداد بدأت تكتر. طبعا لعلمه المسبق ان درنا وبنغازي في هذاك الوقت فيها اندلسيين، المجموعات الاولى تكلمنا عليهم اللي داروا الزراعه والقدرنا فاضيه، نزل عندهم بعد ما فشل في طرابلس، حاول ينزل في درنا ويجيب اندلسيين ويبني بهم مدينه وبالك المنطقه يعمرها بهم. وفعلا بدي قاسم باشا وبني حصن في شحات باش يكون نواه في حكم برقه او المنطقه الشرقيه اللي كانت مش مستقره وقتها زي ما قلنا بالشكل اللي كانت بعدها. المهم فعلا قاسم باشا استمر في العمل في المشروع متاعه هذا سنين في هدوء تام، وازدهر جماعة الأندلسيين غادي في شرق ليبيا وتصالحوا مع القبائل المجاورة في تفاهم وهدوء. وطبعا يا ريتهم استمروا بحكم الأندلسيين، طبعا في العموم أهل حرف وصناعة وحضارة ومعدنة، جابوا معهم خبرات. فللأسف توفى قاسم باشا الله يرحمه وخلى وصيته لولاده مصطفى وإسماعيل باش يتعاونوا مع النائب متاعه وقتها اللي هو موسى تغارين. موسى تغارين الاستقرار والتعاون والهدوء كان كل يعني كان ماشي تماما مع البدو. بعدين هيك في اسباب ما ذكرونها الناس المؤرخين تغيروا البدو وهجم شو يسميه بوادي، تغيروا البوادي وهجموا عليهم وقتلوا ولد قاسم باشا اسماعيل هذا في واحده من المعارك في الدفاع للمسلمين المهاجرين، واللي بدوا حياتهم في برقة بعد 30 سنه من الطرد النهائي للمسلمين من الاندلس. واضطهاد اهالي الاندلس حاجه مش عاديه، مش غير في ليبيا قصص فظيعه يعني، هادو صار لهم اضطهاد حتى في ليبيا صارت لهم. وللاسف يعني الاندلسيين كان يعني مرت بهم قصص استراتيجيه وتهجيرات ومشاكل في كل حتى افريقيا الشماليه مش غير في الاندلس. يا اخي حتى في ليبيا الاندلسيين ما تفهموش فيما بيناتهم وقصتهم تبي حلقه باش انفصلها. والنص الثاني من الاندلسيين اللي ما عجباش قياده تغارين استعانوا بالساجزلي وصارت مجزره، وبقيه القصه متواتره عليه مذابح الساجزلي لاهالي درنا. المهم لما قلت له مصطفى تواصل اسماعيل بضاي تونس، ممكن اني قلت بالغلط اسماعيل اللي مات هو مصطفى اللي قلت له البوادي، مصطفى مش اسماعيل. اتصل اسماعيل بداي تونس وفعلا داي تونس بعت له 3 مراكب مع حوالي 800 مزارع وعائلاتهم، وهنا اللي همنا كعدد كبير من الاندلسيين اللي جو بشكل جماعي يعني واثنين ورا بعض جو لدرنا. وانا بديت بدرنا لان كانت الاقليم الاقدم ولكن بيناتهم فيه هجرات تانية. إذن في درنا كانت تقريبا هي البادية بالنسبة لمسلمي الأندلس، واندرت عليهم هجرات تانية خلطت عليهم فيما بعد زي ما قلنا آخر واحدة انتهت 300 أسرة هذه، وجو بعدهم أسر تانية حتى ما بيجوا في وقتها. المهم في هجرة تانية لطرابلس مجموعة مهمة وفيه كلام على الأندلسيين في طرابلس مرتين، واحدة في تقرير فرسان القديس يوحنا لما استلموا طرابلس من الإسبان أن طرابلس كانت مأهولة بمجموعة مختلفة من السكان ضمهم تقريبا 60 منزل فيهم مورسكيين، وهذا كان سنة 1530 يعني بالضبط 96 سنة بعد الهجرة الأولى لدرنا والله أعلم.
طبعا الله أعلم قديش كان ليهم ساكنين في طرابلس وقتها. وبعدين نعرفوا أن درغوت باشا وهذه الهجرة الثانية جاب حرفيين من تونس باش يعمروا طرابلس بعد خرابها على يد الإسبان وفرسان القديس يوحنا. وكان المهم يعني في الاستقدام أنهم أصحاب حرف وصناعة، وهذا مهم بعدين لما نتكلموا على الحاجات اللي بنوها في طرابلس. هني بعد ما اعطينا فكرة عامة لأمتى جو وجودهم في ليبيا، أصلا بنتكلموا على حاجة مهمة اللي هي الإضافات اللي ضافوها للثقافة الليبية عموما. زي ما شفنا لما جو لليبيا جو لاجئين بدينهم من المضطهدين للاضطهاد طبعا اللي صار لهم في الأندلس، لكن فيه جيات هلبة تانية تتكلم عليهم كحرفيين وأصحاب صنعة، وفيه هجرات اللي قبلها اللي كانوا جو كأشخاص كفقهاء إلى آخره، وطبعا تتكلم عليهم كمزارعين مهرة. المهم باللخص عندنا مهاجرين أندلسيين قدم هلبة كأفراد، عندنا مهاجرين كأسر محدودة مثل الغدامس عندها هجرات جماعية زي حالة درنة وبنغازي وطرابلس وبعدين مصراتة والزاوية والخمس وياخي حتى بعض مناطق الجنوب الليبي. به في درنة داروا السواقي جديدة، مش قلنا احنا جو وبدي يديروا يعني يستصلحوا في الزراعة، داروا سواقي جديدة ياخي مدوا قناة بشكل عصري وقتها لدرنة باش يزودوها بالمية، طولها تقريبا قالك 3 أميال يعني بحسب الحسبة متاع زمان كل 3 أميال يسموا فيها فرسخ، يعني كان طول القناة تقريبا 5 كيلومتر لو بنحسبوها بالفرسخ هو 5 كيلو ياخي 5800 مترو كان بنحسبها صح، وقريب 6 كيلومترات. المهم ابنهم من لا شيء خسارة غير كان خلوهم يخدموا على حالهم. بس مرة تانية أقدم أسر أندلسية سكنت في درنة هي عزوز والمؤدب والإمام، ودرنة فيها أسر هلبة بنجوهم بعدين من أصول أندلسية. معلومة جانبية بس اسم درنة متكرر في كل أفريقيا الشمالية ويعني شجرة البلوط، هيك يعني باللغة الأمازيغية درنة تعني شجرة البلوط، ولابد أن البلوط منتشر عندهم غادي. وهلبة طبعا المؤرخين يقولوا أن أصل درنة محرف من آدرر وهي كلمة مزيغية تعني الجبل، وهذا مستبعد خصوصا أنه يوجد جبل اسمه آدرر ندرن، وطبعا المدينة اسمها الأقدم هو أبراسا. وتاريخيا جدا يعني الاسم أبراسا هذا عريق يعني، فدرنة في ليبيا تعتبر المدن القديمة جدا، وهذا مش موضوعنا توه، خلي نولي للأندلسيين. فمن الحاجات اللي انشهر بها الأندلسيين من المغرب حتى تونس اللي معذرة شدفت الوردة هذه، وهذا يعكس على ليبيا، هو إدخالهم طرق حديثة طبعا في الزراعة وأساليب جديدة في تلقيم الفواكه، وأشهر حاجة عندهم هي زراعة الورد وتقطير ماء الورد. كل الأندلسيين أضافوا لها طبعا طرق حديثة للتقطير، وهذه من الحاجات اللي قاعدين العائلات الأندلسية في ليبيا متميزة بهم. و على ذكر العائلات الأندلسية مش هنقدر نعدد كل الأسماء اللي هي من أصول أندلسية في ليبيا، لكن فيه بعض الأسامي ما زال تحمل الأسماء هذه القديمة، زي مثلا عائلة الدلنسي في بنغازي ما زالت تذكر أن اللقب محرف من الأندلسي مثلا، وفيه في طرابلس عائلة القرطبي، صحيح عائلة صغيرة لكن لعند اليوم موجودة. ولكن مع وجود يعني كما زالت تحيل هذاك الأصل القديم. فيها بيات شعرية على فكرة تلخص أسماء العائلات في ليبيا، تقول سنجر والفردي أتى معه وشعري في درنا موجود، الإمام أما جماعته ومؤدبهم ذو حظ وفير وسعود، وزيتون لم يبقى إلا ذكرى وطشان طاش بالعود، يعني يعزف العود بناني يعني، وطرف وزغواني صاروا أهلون وشهود، يعني أصبحوا عائلة واحدة. درنا تذكرهم ولا تنسى عزوز وزائد دو السدود، السدود الجسم، وفي سهل بنغازي قد نزلوا أصحاب القصر المهدود، وهذه قصة حتى هي تراجيدية علشان صار لهم، بنوا قطراني بنوا قصر هدته جموع وحشود، بني قيش لا أنسى ذكرهم وبني شويخ المسنود، وفركاش سكن بساحلها ينتظر اليوم الموعود. اللي نقال اسمهم في الأبيات هذه مش هنعودهم، ومنهم عائلات ما زالوا لعند توا بأسمائهم زي مبكر قلت البناني هذا، وهذا عندهم امتداد بنفس اللقب في المغرب وتونس مثلا، للأسف أغلبهم عاش عنده صلة بجذورهم
غير الاسم والتاريخ القديم وخلاص، بعكس اللي في دول الجوار. وبسبب كثرة العدد في دول الجوار بنوا قرى كاملة، زي ما في تونس حوالي 20 قرية أندلسية، في المغرب وفي الجزائر مدن كاملة. المهم يعني بنوها وسكنوها. وليبيا بقلة العدد مقارنة بدول الجوار، تفرقوا بين الأماكن. المهم على السريع أسماء العائلات، منهم الدريرة، ومنهم صديقي وأستاذي الفاضل عمي مختار الدريرة، ذاكرة مدينة طرابلس. أندلسي مثلا عائلة المنصوري اللي اليوم يتسموا بو سالم في سكان سط الهنشير والعمروس وغيرها، هذه الضواحي اللي ساكنها الأندلسيين. ومنهم أسماء زي ما قلت الطشاني، هي عازف على العود زي ما قال الشاعر، اسم لعائلة كبيرة في ليبيا، بن زكري، البهلول، بن قنونو، القرقني، وفطيس، مع أن هذا الاسم فيه من عائلات غيرها يعني غير أندلسية، وعبد الملك والقاضي، ومش كلهم أندلسيين طبعا، والشواعر وزايد والمؤدب والإمام وزيتون وبن فاضل وطرفاية وغيرهم. المهم أسماء ما نقدرش نجيبهم كلهم هنا، فيه إلا اللقب متاعها قاعد بس معاش موجودين أو موجودين ولقبهم تغير، وفيه اللي أصلها أندلسي مر بالمنطقة الثانية واخدي لقبهم مثلا، يعني انشهر بها مثلا زي عيلة الجربي في درنة، أصلهم حقيقة أندلسي لكنهم رحلوا لدرنة من جربة مش من الأندلس، بعد ما استقروا مجيئهم الأندلس استقروا في جربة بعدين رحلوا إلى درنة. وهذا ينطبق على تانيين زي ما بنجيبوهم بعد شوية. وفي طرابلس أكثرهم استقر في جهة العمروس، وكان بيع وشراء، وعندهم وتجارة، كانوا تجار وعندهم أملاك بلا حصر، وكان أثر أثرياهم من عائلة القرقني. طبعا هم يتسموا بالقرقني لأنهم جو من قرقنة تونس، ولكن لقبهم الحقيقي بني هود، من آل هود العيلة العريقة في الأندلس. وعلى ذكر البناء والتشييد في مدينة طرابلس ودرنة، ما زال فيه مباني على الطراز الأندلسي، وما زلت تتحرك في المدينة القديمة وتشوف الزليز والمايوليكا الأندلسية. صديقي أسامة الأصلة اللي هو لقب القديم البارودي، مدار إعادة تصميم لدار في المدينة القديمة باسم الدار الموريسكية أو الحوش الموريسكي. هذه نماذج من الميوليكا اللي لقاها في الحوش صديقي أسامة، اللي فيها أثر أندلسي واضح. فالأشياء هذه كلها يعني قصدي موضوع متشعب شوية، لكن نحاول أننا نبسط الأمور. وهذا الحوش بعد ما دار له صيانة عمل بجديات مش عادي، الطراز الأندلسي والشمال الإفريقي الساحلي عموما قريب من بعضها، غير كثرة استخدام الميوليكا ودقائق أمور الزخرفة. وهذا علشان حطيت لكم هذه زخارف حقيقة من الأندلس، ويسموا فيها مولاج أو القوالب اللي اندارت من الزخارف الأصلية اللي في قصر حمراء. المهم فيه زخارف والقواس، ميزة أندلسية. إذن من الأشياء المهمة والإضافات اللي ما تخطاهاش العين في ليبيا هي الأعمال والحرف الأندلسية في طرابلس، خصوصا أن مجيئهم كان أصلا لعمارة المدينة، يعني شباب مزيد من طرابلس من أجل العمارة، ما كانوا مستقرين في تونس، وبعد التوسع العثماني في تونس جابوهم لليبيا. وطرابلس بعد ما خربها فرسان القديس يوحنا، وهذا موضوع والله يستاهل واحد يتكلم عليه، والإسبان بطلب من درغوت باشا زي ما قلنا بكري، ونلقوا واضح أساميهم وبصماتهم على حاجات هلبة. لكن من أشهر المباني كان جامع أحمد باشا القرمان اللي بناه القشتلي، كما هو مبين في الرخامة اللي تحمل الاسم متاعه، وهذا متأخر هلبة على تاريخ المجيء الأول، ولكن يدل على أنهم توارثوا المهنة هذه حتى وقت قريب، والقشتلي غالبا من قشتالة والله أعلم. أنا لازم نقول جامع أحمد باشا مبني على اكتاف الأسر التونسية اللي جت لطرابلس لغرض الإعمار، لكن الأسر الكبير كان أندلسي من تونس زي ما قلنا ومستقر في طرابلس. وجامع أحمد باشا الوحيد في طرابلس عليه الطراز التونسي، واللي بنتكلم عليهم في حلقة جاية عن المعمار الديني في ليبيا. معلومة جانبية بالله عليكم، الأندلسيين تعرفوا يطايروا هلبة وعندهم على الفال والحاجات هذه، وهذه ذكروها المؤرخين مش من واحد، يعني حتى قصة سقوط غرناطة وكيف الأسبان عششوا في رأس أميرها أبو عبد الله بعض الحاجات متاع التطير والأخير، وأنها بتسقط المدينة في يدهم وهو على رأسها، كان وسواس المهم خشت في رأسها وكان يطير هلبة، وكان يوسوس هلبة باللي يصير من حوله. علاش نقول في الكلام هذا؟ زمان أول مرة نمشي للأندلس شفت باب الشريعة متاع قصر الحمراء،
وفوقها خميسة ومحار ومفتاح. في البيوت الطرابلسية الأندلسية تلقوا ديما خميسة فوق الباب ومفتاح وديل الحوتة. تعرفوا المفتاح هذه مفاتيح حقيقية جابوها معاهم من الأندلس على أنهم طمعين بيردوا للأندلس بها. فمع الوقت قاعد يدفنوا في المفاتيح هذه في عتبة البيت باش تكون فال حسن لهم. وديل الحوتة ومرات المحار زي ما قلت كل حاجات كان يديروا فيها على خاطر يبوا الفال الكويس به. ومن بينهم كذلك حوش القرمالي على فكرة من الحاجات اللي بنوها، حتى هو بناء أندلسي. وهالبزية والشاهد أن الأندلسيين الأثر متاعهم قاعد موجود. ولما ندير حلقة على العمارة في طرابلس نلقوا أن الطليان نلقوا مباني في طرابلس على الأثر الموريسكي وعمموه في مبانيهم الحديثة اللي هي إيطالية، زي مثلا سيدي حمود الجامع، زي الميراماري، كان زمان كله على طراز الأندلس بلدية طرابلس. المهم هذه بكلها بجيرة بتكلم عن العمارة في طرابلس. الأندلسيين جروا حرفيين مش في البنايات بس، يا أخي كانوا تارزية وصاغة ومزارعين ونجارة وغيرها. في قضية إدخال يعني في قضية يتكلموا عليها هلبة اللي هي الخرج، هذا هذه قضية جابوها الأندلسيين بالطريقة الحديثة وإن كانت موجودة عندنا زمان. وهني هذه مثلا الشنشيب هذه اللي زمان الليبيين كان يسموا فيها التكبال أو تاكبلت اللي نقولوا لها البسكول توا، هذه من الأشياء اللي دخلها الأندلسيين عندنا. لا يعني إن هي ما كانتش عندنا، هم الأندلسيين شكون هم أصلا؟ هم ناس من نحن يعني من بلداننا مشوا للأندلس وولوا. وإن كان طبعا هي الأصلية شمال إفريقية، مثلا هذا اللي هو البرنوس أظن يسموا فيه القانا والقن، نسيت والله الاسم شنو يقولون، لما عاد يرعب لك جين في الدواء. المهم التطريز بالشريط هذا اللي يتسمى السفايف زمان يديروا فيها أندلسيين بهالطريقة هذه، متكرر في عدة أشكال في كل أفريقيا الشمالية، خصوصا الحواضر اللي استقروا فيها الأندلسيين من مدن السواحل، زي أمثلة الصور هذه اللي تشوفوا فيها قدامكم. حسب الأسر الأندلسية اللي تكلمت معها، بعضهم يدير في أكلات ليبية مشهورة بطرقهم الخاصة زي المقروض المطيب في الزيت وغيره، ويقول أن السفن ليهم، مع أن التغريفين يعني معروفة عندنا الأمازيغ من أفريقيا الشمالية من زمان هلبة يعني، فهل أخذوها معهم للأندلس وردوها مرة تانية بطريقة جديدة الله أعلم. لكن بدون شك الأندلسيين عندهم إضافات مهمة في المطبخ الشمال إفريقي بأنواعه، وهم أصلا زي ما قلنا شمال إفريقيين في الغالب ولوا لبلادهم. الحصيله في كتاب هلبة تشوفه في صورته توه كويس اسمها الطبخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين، وهي مخطوطة قديمة نلقوا المشترك في المطبخ الأندلسي الإفريقي الشمال إفريقي بشكل غير عادي، مع إضافات ولمسات أندلسية واضحة أنهم كان مجتمع مرفه رهيف هيك. بالرغم من طبعا من عدد الأندلسيين في ليبيا مش بالحجم اللي كان في دول الجوار، لكن كان لهم أثر كبير وأضافوا لمسات حضارية وثقافية كبيرة. عائلة نايب الأنصاري العسوس اللي ذكرتهم في البداية خرج منهم علماء وأساتذة ومؤلفين زي أحمد نبل الأنصاري صاحب المنهل العادل في طرابلس التاريخ طرابلس الغرب، ومنهم ساسة وصحفيين، وكان منهم حتى عميد بلدية طرابلس. ويقولوا أن أصل الكلمة هي عيسى الأوسي، والله أعلم إن كان هذا الكلام صحيح. المهم هذا زي ما قلت في البداية من الأندلسيين. هلبة 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 يعني جو قبل الهجرات الجماعية هذه. وفي عائلة بن غلبون منهم اللي المؤلف كتاب التذكار في ممالك طرابلس وما كانوا بها من أخبار، وكان عنده مكان عند القرمليين، ومهم مش هم بس اللي تولوا مناصب، مر علينا قاسم باشا وعائلة العالم تولوا الإفتاء والحطاب وغيرهم. هلبة في العهد الحفصي تكلم عليهم بن خلدون وكيف الحكام كانوا يستخدموا فيهم لأنهم ببساطة أكثر وثوقا من القبائل وشيوخها، القبائل هذه اللي متشرطة حول أفريقيا الشمالية، لأن اللي عنده قبيلة يقدر ينقلب عليه على الحاكم أي لحظة. لكن الأندلسيين لا حول لهم ولا قوة، كانوا كتروا أسرة واحدة مترصة، فهذا أعطاهم مكان عند الحفصيين ومن بعدهم العثمانيين والقرمليين، وعندهم حظوة إلى الآن في الجزائر وفي المغرب وغيرها. خلينا نقول لأماكن تواجدهم. الأندلسيين في طرابلس سكنوا جهة العمروس
في الغالب بالسين العمروس، غير الليبيين يفخموا في كل شيء، خصوصا يعني غرب ليبيا يفخموا في كل شيء، بدل التن نقولوا طن، وبدل من عمروس نقولوا عمروس. وبعدين ولت عمروس زي ما قلت مع الوقت. يقولوا ان عمروس وانشهرت ان هي ضاحيه في غرناطة، وهذا قاله الطاهر الساوي في الزاوي في معجم البلدان، وهذا بحثت عليه ما لقيتاش، وهذا لا ينفي وجوده، لكن اللي لقيت ان فيه شخص مهم في غرناطة اللي هو عمروس بن يوسف، عمروس اي بالسين، عمروف بن يوسف الغرناطي، مذكور في ثوره صارت غادي، والله اعلم كان حق متسمي عليه، ولكن للامانه اضافه سين في نهايه الاسماء ظاهره ليبيه موجوده من القدم حتى قبل وجود الاسلام، منهم الامام عمروس بن فتح المساكني، فيه الاسم فلفوس وغيرها من الاسماء الليبيه كذلك، حتى في تونس والجزائر يقولوا عميروش العميروس وغيرها، عمروس القائد عمروس المشهور في الثورة الجزائرية. وعمروس الليبي لا علاقة له بالأندلس نهائيا. الأندلس، لكن الأندلسيين عندهم ظاهرة ثانية في لواحق الأسماء، وهي إضافة الواو والنون على الأسماء، مثل خلدون المؤرخ الأندلسي المعروف، بانون من عائلة الطرابلسية المعروفة، قبرون، غلبون، سعدون، وهلبة فيهم واو ونون زي الإمام سحنون. وحتى على فكرة اليهود يضيفوا في الواو والنون لأسماهم تقليد للأندلسيين، زي الفيلسوف ابن ميمون معروف كمثال. بس يعني إضافة الصين ومفخمتها الصاد، يمكن الرجوع لكتاب تسمية شيوخ جبل نفوسة وقراهم، وكيف ظاهرة إضفاء السين منتشرة عند الأمازيغ حتى قبل الإسلام. وممكن جدا يكون رفعوه معاهم للأندلس بحكم أن جزء كبير منهم جدا من شمال أفريقيا، فهو غير مستبعد كذلك. عودة على الأسر الأندلسية في ليبيا، هذه الأسر اللي ذكرتها وغيرها زي عائلة البناني كذلك، والطشاني من الأسر المتعلمة من زمان، والطشاني شهره في أشياء كثيرة جدا، والبناني كذلك من زمان، ومن المهن اللي امتهنوها رياس البحر، فيهم رياس بحر معروفين، نقلنا أخبارهم المؤرخين زي محمد شيكيتو، ومنهم من امتهن مهنة النقل البحري ومسافرين وبضايع بين المدن الساحلية، عائلة دريرة نموذج يعني، ونفس عمي مختار دريرة قال لي جدوده هنشهروا بالنقل البحري ما بين ليبيا وتونس وإلى آخره، وحتى في المناطق الليبية. وجزء تاني كذلك من أسرته قال لي انشهرت بالصناعات الحديدية وخصوصا الأقفال وغيرها. وعمي مختار من الأسر لما تكلمها للأندلس، يعني من الناس اللي تكلمها للأندلس قريب تنزل الدمعة متاعها على التاريخ الضايع لأهالينا في الأندلس في ليبيا أو في الأندلس، يعني حتى معلوماتهم في ليبيا ناقصة هلبة، وش نصابهم من ظلم واضطهاد ونسيان. طيب عمروس مكي ذكرناها ضاحية أندلسية لغرناطة، وذكرنا أن عمروس في ليبيا نسكن فيها الأندلسيين. وبالله قبل ما ننسى الأبيات اللي بديت بهم الحلقة، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرنك بطيب العيش إنسانه، هي الأمور كما شاهدتها دول، من صره زمن ساءته أزمانه، هذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه. الأبيات هذه أكثر الناس لما يقرأ أبيات أندلسية يتخيل أن أهل الأندلس، والخاصة زادت هذا الموضوع الأفلام المصرية والآخرية عن الأندلس، يحسب الأندلسيين يتكلموا عربية فصحى، وهذه هذه بس يتكلم بها المتعلمين زي مكان آخر، يعني يشعر بها الشعراء الأندلسيين، عندهم لهجة مختلفة جدا، وبالك بعضنا مش حيفهمهم حتى حد يعني، وخلوا أثرهم في اللهجة الطرابلسية والدرنوية أكيد، ولكن نقل لنا المؤرخين أنها كانت قريبة من شمال المغرب، مثلا يقلبوا في اللام راء، وهذه ظاهرة عندنا احنا الأمازيغ قضية مثلا عند الريف شمال المغرب، لما بيقولوا عبد السلام يقولوا عبد سرام، عبد سرام بدل ما يقولوا الساحل يقولوا الساحر. وحاجة تانية خصوصية أندلسية، يحولوا الألف ياء، يعني يدلعوا في الكلام، مشاء ولا تمشي كلي، يعني يدلعوا في الكلام زي الطرابلسية الزمنيين في تمغيط حروف العلة. المهم الكلام هل بينقال على كلام الأندلسيين، أو حرف القاف عندهم يولي كاف، يعني مثلا الحق ولا الحك، ويقال أن أصلها كلمة حكة، هذه اللي نقروا فيها في ليبيا أصلها أندلسي مثلا. يعني لو بنقول اسم الحلقة هذه عن تاريخ الأندلسيين، الحلكة مش الحلقة، الحلكة هذه في تاريخ
الأندلسيين، ربما تكون هذه الطريقة اللي كانوا يقولوا فيها زمان. المهم الشاهد كلامهم كان مختلف هلبة عن الزجر والشعر اللي يوصلنا، وفي الاستقبال يديروا زي المغاربة، كيمشي وكان يشري وكان أكله وإلى آخره. وهذه نلقوه في أشعار بن قزمان وبمندغليس الأندلسي. وعلى فكرة كانوا لهجات هلبة في الأندلس، لكن أشهرهم وأوسعهم لهجة غرناطة. وفيه طبعا الخاميادو ما يفهمهاش حتى بمتخصصين باش يفكوا رموزها، وهي مكتوبة بالحروف العربية على شكل على نفس الشكل اللي كتبت به بقية العالم الإسلامي. وعلى ذكر الشعر الفصيح في الطرب الأندلسي، انشرب يعني الأندلسيين انشهروا بالطرب الأندلسي والغرناطي وغيره، وإحنا في ليبيا نقولوا المألوف. حتى مش حتسد الحلقة، كان بندير لكم يعني على المألوف عليها حاجة، لكن فيه رسالة دكتوراه لمحمود قطاط يجي فيها أدلة هلبة أن هذا النوع من الفن مشي من أفريقيا الشمالية وتطور في الأندلس ورجع تاني لأفريقيا الشمالية. وباش ما تقولوش أني متعصب أنا بنقول في كلام مش مظبوط، هذا رئيس المجمع العربي للموسيقى، رئيس المجمع العربي للموسيقى سابقا، ورئيس تحرير المجلة الصادرة عن المجمع، يعني كلام مش من عندي. حدير قال حلقة تامة عن الفنون الأندلسية والطرب الأندلسي والمألوف الأندلسي إن شاء الله، والعيساوية وغيرها. ومش من الصدفة أن تكون عائلة بانون الأندلسية هي اللي جابت العيساوية عن طريق المغرب لليبيا، ورجعوا حلقتي عن أولياء الصالحين في طرابلس تكلمت عليهم غادي. وما ننساش طبعا عائلة سبيتا اللي عندهم امتداد في كل أفريقيا الشمالية، ومنهم صديق المهندس عبد المنعم سبيتا. به في أهالي الأندلس في البداية قلنا جابوا معاهم الصناعات والحرف والصناعات التقليدية والزراعة، كان ليهم شأن كبير في العصر الوسيط، وفيها بيات شعرية تمدح طرابلس، لكن تبيلها المهم يعني والله يتبينا حلقات على الأندلسية. على أي حال، يقول الشاعر هو من أسرة أندلسية زي ما فاتوا قلنا عائلة البهلول، قال طرابلس الغراء ترى لعودة إليك، وهل يدن الذي كان قد ذهب، سقى الجانب الشرقي منك سحابة، ولا زال فيها من رياح الصبا مهب، بلاد لها بالخلد شبه آية، فمنها نبات الزعفران وكذا العنب، ترى سوحها من فضة، فإذا اكتست بشمس الضحى أضحت لجينتها ذهب، وفي كل حول حولها حلة حلت، وبرؤيتها خضراء من سندس القصب، وفيها نخيل باسقات إذا الصبا تهب عليها أسقطت يعني على الرطب، وفيها من الأشجار ما جل وصفه بأوراقها الورقاء غنت من طرب. لاحظت معاي أسماء الأشجار اللي ذكرهم، ونهني انتبهت للزعفران هذا اللي فعلا الأبيات هذه اللي والله نعرفها من زمان، لكن نبهني عليها صديقي عبد المطلب وسالم واللي دار عليها مقال مرة. طبعا كان في محاولة للعثمانيين يزرعوا في ليبيا الزعفران، وطرابلس تحديدا مستعينين بخبرة المزارعين الأندلسيين وطريقة الجدولة والتقطير وغيرها زي ما ذكرنا، ونجح على فكرة الزعفران في ليبيا. مش عارف علاش ما تكررتش أو كذا، أو ربما تكون متكررة ما نعرفش. وزي ما ذكرنا الأندلسيين في درنا جابوا معاهم من الأندلس طرق حديثة هلبة. هذا مش معناها ما كانش في ليبيا السواقي هذه والحاجات هذه، يعني نعرفوا أنها حاضرة جرمة انشهرت بنظام الري، عندنا غدامس والمحاصصة والقادوس وغيره، لكن طريقة الأندلسيين أضافت جديد لما هو موجود واستحسنه الناس. الأندلسيين عندهم عناية بالورود زي ما قلنا بكري، وبالرمان والليم وغيره، فكتر زمانهم يعني كتروا منه في الزراعة متاعه. وطبعا إنهم كانوا مرفهين، كان المطبخ متاعهم متموع، ولابد أن لهم إضافات مهمة للمطبخ الليبي في غياب الوثيقة، من الصعب يعني تحديد شن هو اللي أضافوه. في الختام يعني هذه حلقة سريعة، من المؤكد ما تعطيش حقهم، ولكن مقدمة مهمة، ونتمنى من أحفاد الأندلسيين هادو يطلعوا ما عندهم من وثائق باش يتروا المشهد الثقافي الليبي ويبينوا لإخوتهم الليبيين تاريخهم وإلى آخره. تحياتي وإلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم.